ما دافع عني ما دافع عني ما بقى دافع قاعد يقول له حق قلت لك ما لا يا شيخ انت القاضي بالك متوقع انه دفع لك يا عمي احترم احترم القاضي لو سمحت يا شيخ لا تصارخ قاضي حق يا عمي واخرك كلب لا 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 يا انت اللي بدك شاكر شاكر انت ديك السلام عليكم معكم عارج في حلقة جديدة من ارت ماينرز. بالبداية يا اخي انت ماذا فعلتوا بالحلقة الماضية؟ والله شكرا بالحلقة الماضية وصلنا 4000 لايك و30000 مشاهدة خلال يوم واحد، وشكرا انكم تفهمتوا بالموضوع اني راح اكثر، ودعم مرة خلاني اتحمس مرة. وبنفس الوقت الحلقة هذه راح يكون في مشروع مرة خرافي، بيت اكبر من هذا البيت، وراح يكون البيت فيه حظيرة حيوانات لانه احتاج فود. لو تشوفون ما عندنا هذا الفود فلازم نسوي حظيرة الحيوانات عشان اجيب فود مطبخ فود ويكون عندنا ماستر فود، يعني يصبرنا لما نسوي الفرمات والريدسون والخربيطة الثانية. بالله كيف البيت من فوق مو كويس. طيب ضبط طريق هنا، تشوفون لازم ناخذ رايكم قبل ما نخلي الطريق ذا رسمي، لاني تو باقي اشياء ودي اني اسويها في ذا الطريق، فابغاكم بالكومنتات تكتبوا لي الاشياء اللي اضيفها بالطريق، وبرضه وش الاشياء اللي سويتها. صح الجستات نقلتها وديتها للبيت حقي وكثرت الجستات، خلوني بس ندخل ونوريكم. وبرضه هنا حطيت سريرين وحطيت هنا فرنين وثلاث جستات كثرت، وشوفوا هنا الجست حق الكلي رتبت اغراضي، وهنا الجست حق الكتب، وهنا الادوات او الاشياء الثمينه اللي عندي 25 دايموند، وعندي هذه الاغراض الثمينه، وهنا الخشب، وهنا الخشب اللي مو محلل، وهنا الكوبستون، وهنا الستون. فزي ما قلت لكم ضبطت الامور الموجوده حقتي. ويا شباب يا اخي ضبطت الامور، اوكي ضبطت الامور، صار ما عندي موارد، والله ما عندي موارد. يعني الول هذا عندي، الانديسايت والخرابيط الجرافل ما عندي شيء، والله حتى الورود والالوان ما في شيء، مره ما في شيء. اصبر خلونا نجيب وين. اوه زيت اقول لكم طورت دروعي، لو تشوفون خليتها بروتكشن 3 وبروتكشن 3 بريكنج. انا ما يهمني بالدروع الا البريكنج، لان التطورات الباقيه يا اخي يحتاج مره اني افك اكثر واكثر في ايش يسمونه، هو ايش اسمه البليز، اي بليز فارم. ومشكله البليز فارم انه مره ابو كلب، اطول تقعد ساعه ساعتين، فانا من النوع ماني من النوع اللي اطول اني افك. فبعدين لما نسوي الانتر فارم او لما نسويها الانتر فارم راح افك واضبط دروعي اكثر واكثر. فما علينا حاليا، تونا يعني زي ما قلت لكم بدايه السيفر، فيعني مو بلازم على طول نطلع بدروع كويسه. طيب مشروعنا بالحلقه هذه اني راح اسوي زي ما قلت لكم نسوي حظيره للحيوانات، راح يكون بيت، والبيت ذا راح يكون تصميم مره غريب، فيه الشكل هذا اللي يجيك مثلث برا، فانا احب ذا التصاميم ترى، اللي يكون البيت زي كذا، يكون له بلكونه، له شيء، له يعني زي القاعده ذي، ما يكون مربع او بيت يعني عادي ما في شيء ولا شيء. طبعا راح ابني وارجع لكم، لانه ما ادري ممكن الشيء هذا انتم ما تحبونه اني ابني ووقت التصوير في تصويت فوق، اكتبوا او صوتوا هل تبون اني اصمم وانا ابني ولا نفس النظام اني ارفع راسي وانزل ويخلص المبنى. طيب اصبروا، اوه ليل يا عيال ما يصلح اني ارفع راسي، يلا اصبروا خلاص لازم نختار مكان اول شيء، المكان. المشكله هنا راح يكون في برج، دقيقه اتوقع انه المكان ذا مناسب لانه البرج اصلا ما راح يكون كبير، راح يكون بالضبط هنا تقريبا هنا راح يكون فيه البرج، اوكي ويكون عندي مساحه ذي كامله. خلونا نختار ذا المكان، المكان ذا مناسب مره اني احط فيه الحظيره، فدقيقه كذا بعدين ترى لم تزبطوا معنا، خلصنا المبنى زي ما انتم شايفين. انا قلت لكم ان المبنى بيت وبرضه فيه حظيره، زي ما انتم شايفين في حظيرتين، الحظيره هذه وبرضه في حظيره اللي ورا لو تشوفون. خليت هذه الحظيره حقت خرفان، وهنا في بقره، تشوفون بقره مسكينه، السلام عليكم، والله هي زعلانه تشوفون يا عيال، انا اسف والله، شوف والله زعلانه مسكينه. ما عليه بجيب لك خوي، ما عليك ابشر ابشر الحين بجيب لك خوي وبسوي جريمه انا، اصبر بجيب. في هنا جزيره واحد من العيال ابى انتفها، بنتف من البقر اللي عنده وبجيب لك خوي. زي ما انتم شايفين برضه هنا في غرفه حطيتها للخرفان، وخلونا نطلع الحين ونوريكم. طلعوا الله ياخذهم، طلعوا نسيت الباب، اوكي ما عليه. هذا هو التصميم، اعطونا رايكم بالكومنتات من 10. وبرضه هنا في درج، الدرج يوديني للدور الثاني والثالث، يعني باختصار دخلنا للمبنى، يعني ما في الا هذا المكان اللي دخلنا على المبنى. وبرضه هنا في غرفه، الغرفه هذه راح احطها حق الخرفان وحق البقر، يعني الويت والصوف الخرابيط هذه بحطها في الغرفه هذه. وبرضه هنا في غرفه ثانيه
فاضية ما فيها شيء. أعطونا رأيكم بالكومنتات وش الفكرة اللي تكون في ذا المكان. ما أدري ممكن أحط آلة، ما أدري هل تزبط آلة النانو فارم يا عيال، هل تزبط النانو فارم تزبط في ذا المكان؟ ما أدري، اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. وبرضه في دور فوق لو نرجع من هنا يودينا للدور اللي موجود هنا، وبرضه فاضي الدور هذا، اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات وش الفكرة اللي نخلي في ذا المكان. يعني تقريبا كم، 1 2 3 4 ممكن 4 × 4 أو 4 × 5 ما أدري كم بالزبط. خلونا ننزل تحت، وهذا هو تصميم. أقول هاتوا رأيكم بالكومنتات. وش بعد سويت؟ والله نحاشوا يا عيال، والله نحاشوا اذبحهم يا عمي. عندي بقر، عندي خرفان اقصد، والله عندي، شوف عندي هنا ما ادري كم، في كثيرين والله مره يكفون. فبس هذه الاشياء اللي تقريبا سويتها. فشوفوا يا عيال، انا عندي بقره واحده هنا، فلازم ادور البقره ثانيه، وفي الجزيره هذه ما في الا بقره واحده. ففي ذياب جنب جزيرتي ما ادري كم، اتوقع انه هنا ب 2000 بلوك، فلازم اني انتف بقره. معليش والله بس لازم انتف بقره، ما في عندي الا بقره واحده، لازم انتف منه بقره واجيبها. فوش بيصير؟ لازم نفسخ دروعنا، ابى ادخل ابغير لبسي عشان اقدر انتف البقره اللي عندي ذياب. لازم والله يا لازم ننتف. بسم الله غيرنا اللبس. هاي شباب بيكشفني، ما شوف ماني بواضح انا، صح ماني بواضح، ماني بواضح. شوف ادخل راسي هنا ويضح، لا مو بواضح، لا اموري مزبوطه. انا بحاول امشي بخط مستقيم مع البحر، المشكله ما ادري وين كانه، اتوقع انه هناك اذا ما خضني هناك. بسم الله امشي عادل، لا يكشف. خلنا ننزل القارب، وين القارب؟ ايوه تعال. بسم الله يلا يا شباب. ايوه وصلنا منطقة الذياب، هذه منطقته ان شاء الله انه مو موجود في منطقته ان شاء الله. وين؟ وقف هنا القارب، وقف عطى كذا ريوس، وقف كذا يلا. وين الحظيرة حقته؟ ايوه جهز الحبل. ما شاء الله على الحظيرة، ما شاء الله. تعالي يلا بسرعة سكر يلا الحش تعالي بسرعة تعالي. وصلنا بسرعة. هذا القارب. اجلي يلا اجلي. ايوه المويه تكفين، اركبي. خطتي انه احتاج كتب عشان اطورها، لانه الكتب اللي عندي خلصت، فانا جاي هنا عشان اخذ لي شفتين كتب. ايوه مين ذا؟ اي واحد سرق بقره، مين ذا؟ الاي يا حرامي يا كلب يا سراق البقر. والله لا احكي، والله ما اخلي. ركب ادعس فرح. انا شفت شيء هنا، شيء يتحرك، شايف واحد معه بقره، انا متاكد انه شايف واحد معه بقره. وينه؟ بحر فاضي. ما في حد، شوفوا انا شايف حد معه بقره، متاكد انه راح يكون عادل، لانه هو اقرب واحد لمنطقتي، فمتاكد انه عادل. مستحيل حد يجيني من مكان بعيد بسفينة إلا عادل، هو اللي بيني وبينه بحر بس. والله روح المنطقة تصبر بس. يوه وصلنا منطقتي. بسرعة انزلي بقرة. انزلي. تعالي. إن شاء الله عاد إني ما شافني. والله إني سمعت عيالي، إن شاء الله ما يكشفني. إن شاء الله تعالي. صار أودي سند الحظيرة ونزاوجس وكأنه صار ما صار شيء. تعالي. أنا ما سويت شيء يا عيال، بس أخذت بقرة. يا ساتر. يا شباب وخروا بقرة تو جديدة في منطقتي، وخروا يا عيال، خلونا اوديها الحظيرة. يا الله اصبر شوي خلنا نشيل ذول الاثنين. تعالي حيوان، ايوه انقلع. تعالي حبيبتي. لا تعالي من هنا، ايوه تعالي من هنا. ما شوفوا يا شباب جبت لكم صديق جديد. تعال حياك الله بالحظيرة. خلاص انت حظيرة جست. وشو حظيرة جست؟ يلا تعال من هنا. ايوه من هنا. تعال حياك الله، شوف جبت لك خوي. دقيقه خلينا نشيل ذا، اوكي نحلل بعدين نوكلهم. كله خلاص. ايه عائله. كله يا ابن حلال. ايه كله الله. طيب الحين يا شباب لازم اغير ملابسي عشان ما يقفطني. تعال يلا خلينا نرجع نغير ملابسنا. اوكي غيرنا ملابسنا، بسم الله نطلع. وطلع الصبح ما شاء الله.
اوكي اوكي يلا يلا خلينا نروح نشي والله والله لا والله انا متاكد 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 انه عادل هو اللي سارقني. اوريك في لحظه لحظه. ايوه ما شاء الله. ايوه وصلنا المنطقه. بسم الله. اوكي هذا سمعتوا سالم تقول فيها اني انا ذياب ذياب ها ذياب ها ذياب وين 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 ذياب هلا بخوي هلا ذياب ذياب ليش تسرق بقرتي ها؟ ليش تسرق بقرة حقتي؟ ما زرفت شيء. شو فيك انت؟ انا ابوي تسوي فيها تموه على راسي اذني كنت اللي سارقها. ما زرفت شيء. اسمع 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 يا ابن حلال ما زرفت شيء تتهمني. اسمع 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 ما في بيني وبين البحر الا انا وياك. هو اللي بيني وبينك بحر. ما في حد عنده بحر غيرنا. لا تقدر تتصرف يا جاسم. اذني كنت يا ابن حلال يا ابن حلال ما زرفت شيء ما زرفت شيء. يا ابن حلال ما زرفت شيء. وخر وخر على حظيرتي وخر على حظيرتي واخر. الله نجت بقرة ثانية. وشو نجتك بقرة ثانية؟ حاتم عطني اياها. تكذب علينا انت حاتم. مع حاتم يا ابن حلال وخر وخر عن حظيرتي. وخر مالك شغل مالك شغل. وخر انا شايف واحد مع بقرة. في في 15000 واحد داخل السيفر يعني انا اللي سبحان الله طلع عندي. خليني اجيبها بمحاكم يا عمي. وخر انت محكمتك. وشو ما سويت لك شيء ما زرفت شيء. والله اشكيك في المحكمة. وخر عن بقرتي. وخر 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 ابن حلال وخر. ترى والله بشكيك في المحكمة يا عمي. روح انقل انت المحكمة. تبي تشكيني يلا مشينا نشكي. اوكي 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 اخر اخر عن بقرتي. والله لا اشكيك في المحكمة. والله لا خلي بقرتي تجي غصبا عنك يا كلب يا حرامي. خسر البقر. ما سرقت شيء. لا تتهم. انا اوريك انا اوريك انا اوريك. انقل عن جزيرتي يا حيوان. انقل يا حرامي. انقل يا كلب حيوان. اوريك اوريك المحكمة. المحكمة فتح بابها. اوريك يا رجال. كل تبن انت المحكمة. تبين اجي نشتكي تجي تشتكي اجي معاك. تبين اجي معاك؟ اي تعال اي تعال معي اي تعال مع المحكمة. تعال مع المحكمة. تعال يلا يلا تعال من بوابة النظر. تعال والله لا اشكك يا ما عندك حرامي. قال اني زار. عندك دليل؟ ما عندك دليل. ما عندك دليل. تحط على طول اني انا اللي زار. ما عندك دليل. واخر اخر ما عندك دليل. اسمع 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 الوحيد انا وياك الوحيد هنا بيني وبينك بحر. من بيجي يسرق ذا قرم من عندي؟ طيب كيف عرفت انه انا فينك؟ انا اوريك. لا ما الا لا في كرين. ما في احد قريب مني. ما في احد قريب مني. ما في احد قريب مني الا انت. ما عندي دليل. ما عندي دليل. دليلك خايس. أقول ما تعرف. مع المحكمة. قلت تعال مع المحكمة. تعال جايك جاي معك. يلا يلا ما عندك مشكلة. يلا يلا ادخل 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 المحكمة. ادخل 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 انت اول. انت اول. لا انت اللي ادخل. يا ابن حلال انت. يا ابن حلال انت ادخل. انا اوريك انا اوريك انا اوريك. يلا مسكر الباب. تعال تعال. هلا يا القاضي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا القاضي اسمع انا دخلت منطقتي اسلم. فجاه كذا اشوف واحد معه راكب سفينه وسارق بقره من عندي. زين واللي سارقني ذا جست. انا متاكد انه هو اللي سارقني. ايش دراك اساس متاكد يعني؟ هو الوحيد اللي قريب من منطقتي وهو الوحيد اللي بيني وبينه بحر بس. يعني على كيف كذا بيني وبينك بحر؟ عادل عادل لو سمحت لو سمحت خلي اتكلم معاه. لو سمحت عندك شيء يثبت؟ طيب انا شايفه بعيوني. ما عندك فيديو بقرتك عليه علامه شيء يثبت انه هو اللي سرقها؟ هو اقرب واحد لي. طيب يعني اذا بيني وبينك بحر ولا انا اقرب واحد على طول انا؟ لو سمحت ينرفزني ذا. لا ينرفزك. لو سمحت خلنا نتفاهم يا بعدين يصير خير. هذا الشيء ما يثبت انك تقول انا شايفه بعيوني ولا بيني وبينه بحر. عندك شيء يثبت لي انه هو اللي سرقها؟ كيف يثبتك؟ في علامه. نروح الحين نشوف اذا عليها علامه. عندك ما عليها ما عليها علامه بس هو القريب مني. كيف يعني من بيجي من الاسبوع عشان يروح يسرق بقرتي؟ هو القريب مني. هو الوحيد بيني وبينه بحر وانا شايفه بعيوني. ما كلامك ما يثبت انه هو عليه التهمه. معليش يعني بيني وبينك بحر على طول انا يعني تتهمني؟ في غيري ناس. وش على كيفك؟ واضح من عينك المقطوع انه خلاص خلاص هدوا اعصابكم. والله اني بريء. معليش معليش يا ذياب بس ما عندك شيء يثبت ولا اخر كلام؟ اقولك شايفه بعيوني. ما في شيء يا عمي. انا اقدر ارجع ارجع وراء. شوف يا قاضي شوف انا شايفه بعيوني. قاعد يتم هذا يتبخر. وخر وخر. اي احترم القاضي. احترم القاضي. انزل لو سمحت. انزل انزل اجلس هنا. انا اتكلم مع مالك دخل. انت اجلس على الكرسي اجلس على الطاوله مو بشغل. قاعد اجلس هنا ما يدخل فيك لا انت ولا القاضي حقك ذا.
شوف لا لو سمحت قد عليك فيك واحترم المكان اللي انت فيه. انا محترمك، انا احترم ديني مو سيب احترم عقلك احترم القاضي دليل وذا. عندك شيء شهود تصور بالاقمار الصناعيه انا شايفه بعيوني انه هو اللي سرقها واكثر. في شهود ما اقدر اخذ كلامك انت لحالك، اي واحد يقدر يجي يقول والله فلان سرقني. عندك شهود في شيء في اشياء في ادله تثبت يعني انه هو القريب من عندي؟ في شك انه هو القريب من عندي، في بيني وبين بحر يعني هو اللي سرقني. واحد ماسكه يا غلط بيجيك من بعيد بيسرق وبيمشي عادي، مو شرط انه يكون عادل. طيب هو قبل ما كان عنده بقرة، كيف جاب البقرة الثانية؟ جابها من أي مكان في الترعة في المرعى وخذها. لا والله حلوة الشيخ القاضي قاعد يدافع معها حلوة ذي، مو أنت هو يتكلم مو بنت. ما دافع عني. ما بقى يدافع، قاعد يقول له حق، قلت لك ما. لا يا شيخ أنت قاضي ظالم، متوقع أنه دافع لك. يا عمي احترم القاضي. لو سمحت يا شيخ اتصارف القاضي حق. يا عمي واخرك كلب. لا يا انت اللي بدأ. يا شاكر شاكر انت اللي شاكر يا اخوان انت اللي بدأ. لا يا لا ترى اقولك يا عمي اطلع السيف. حد اعصابك ترى من المكان اللي انت فيه. يا عمي احترم مكان، لا انت كلك مالك احترام، لا انت ولا المكان حقك وحقي. توكل برا. اطلع برا. انا بطلع لكن حقي اعرف كيف اجيبه منك انت. اعرف انا كيف اجيب حقي. اوريك الحمد لله رجعنا سالمين، خلنا نلبس دروعنا وكانه ما صار شيء. بس يا عيال والله ذياب كان معصب. الله يستر. بس يا رجال اهم شيء اني كسبت القضيه. والله يا عيال القاضي والله فك عليه ازمه، قال انه طلب منه دليل وذياب النكب. والله الحمد لله. بس اهم شيء اني كسبت القضيه وما كانه صار شيء. ان شاء الله عاد ذياب يكون ساكت ويهدى الوضع. امسكوا يا حي الله، اهم شيء انه عندنا مصدر فود. الحمد لله. يا هلا